وهلا حديث البلد مع سيلفيو ساركيس. اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. سيلفيو ساركيس، انت شاب لبناني عمرك 14 سنه، موهوب بالتمثيل وقدرت بادوارك القليله واللي كان اخرها بمسلسل حلوه وكذابه وبفيلم حلوه كثير وكذابه انك تلفت الانظار وتعمل شعبيه بين المشاهدين والممثلين كمان. وانت ضيفنا الليله بصفتك اصغر مسؤول عن مجله الكترونيه هي اخر خبر. يعني احنا سمعنا باخر خبر، بس هلا الخبر هو انه انت انشات هالمجله وانت عم بتديرها على الانترنت. مزبوط. كيف طلعت معك الفكره واليوم من وين عم بتجيب اخبارك؟ هو انا من انا وصغير بحب اني اكون صحافه، فطلعت معي الفكره اني اعمل مجله الكترونيه لانه ماني قادر اعمل مجله يعني تنطبع وتنباع. نعم. فحبيت اعملها على تويتر. هلا بالاول صاروا يضحكوا علي انه اهلي واخواتي انه كيف انه عم تعملها انه ما فيك، بس بعدين هلا وصلت فيها بقلبها 1300 فولورز على تويتر وتقريبا فيها شي 300 لايك على فيسبوك. هي والاسم حلو كمان. من وين مصدر اخبارك سيلفيو عم بيكون؟ في عندي مصادر خصوصي الي، وفي كمان ما عم بيكشف عن مصادره الصحفيه. وفي كمان اوقات خيي بيساعدني بكم شغله بيعطيني اياه هون. و بس برافو، يعطيك الف عافيه. بعتقد بده زقفه كثير كبيره لانه عم يثبت انه اليوم اللي عنده موهبه فيها تبين كثير بكير، يعني بلش فيها من هلا. سيلفيو، المعروف عنك انك كمان ناشط على السوشيال ميديا من فيسبوك وتويتر وانستغرام. كيف عم بترد على البنات المعجبات اليوم؟ يعني اكيد من وراء هالمسلسلات وهالاطلالات في معجبات كثير. ايه اكيد، و يعني بحبهم كثير بلا انه هن يلي عم بيشجعوني دائما تاني كمل. ولو ما من وراهم انه لو ورا يعني المعجبين تبعه ما حدا كان وصل وصار اكيد. طيب ما في شيء وحده بتحبها اكثر من غيرها شوي مثلا؟ هلا لا، انه بعد ما تعرفت كثير عليهم. يعني اذا شي وحده حلوه مثل امي هيك تطلع فيها لامي مثلا؟ ايه اكيد. دغري يعني خلص ما بنتردد. ايه بدون ما نفكر. ما نفكر. سيلفيو ساركيس، من 5 سنين تقريبا بلشت مع الكاتب مروان نجار بمسلسل مؤبد، وشاركت من بعده ببدل عن ضايع، على العهد، عائله متعوب عليها، فيلم ابو كيس، وصولا لحلوه وكذابه اللي بتأدي فيه دور سامي خيال صغير لدليدا. قبل ما نحكي اكثر عن دورك خلينا نشوف سوا هالمشاهد لك من حلوه كثير وكذابه اللي عم بينعرض الفيلم، يعني اللي عم بينعرض بكل الصالات اللبنانيه، بس حتى نقدر نشوف بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وبتعرف شو بنقول بحديث البلد. اكيد. بلاير باسم. ميمي انت احسن اخت بالدنيا، خليني العب عليها دق بشرفي. انا كمان. بتستحق تلعبها بس ثلاثة بنات؟ اوكي، حيش تحكي انت، شو غيران منه لانك قد الطبل مش قادر تطلع عليها؟ انت ما خصك. ايه. سكوت سكوت، اصلا انت ما بتمشي الا على البهدله. لك هي شو في انت وياه وياه وياه؟ خلص بقى طنشتونا مثل الديوك. ايه ما في حدا يلعب عليا وبس. معلش كدومت، خليه يلعبوا عليا شوي. شو عليه؟ يا من وين لوين بعرفوا لعبوا عماد انا؟ انجا في بيناتنا مرحبا، ما بريد حدا من اولادي يلعب على بسكليت مش لإلي. سيلفيو رح تقضي كل الوقت بالفيلم عم تعمل مشاكل مع خياتك الصغار ناي وميمي، على شو رح تتخانقوا اكثر شيء؟ بياخذوا لي اغراضي ناي الصغيره، ويعني بعصب منهم لانه ما لهم حق ياخذوا الاغراضي، فدائما بروح بلحقهم. معك حق هيك. سيلفيو انتم بالبيت 3 صبيان وبنات وانت الصغير بيناتهم، وقلت لنا انه مشاكلكم يا محلى حلوه وكذابه. يا محلى حلوه وكذابه. يا محلى مشاكل حلوه وكذابه. انت الصغير يعني بيستقوا عليك؟ بجربوا يستقوا عليك؟ لا ما بتخليهم، ما شكلك اصلا بتخلي حدا. عم على شو بتتخانقوا انتم بالبيت بالحقيقه اكثر شيء؟ بظهر بخترع هيك شيء بتخانق معهم. انت اللي بتحركش. ايه للتسليه. حلو. طيب وكيف بترجع بتصالحهم بالاخر؟ شو؟ هن بيصالحوني.
كمان عم تتدلل، عرف الحبيب ومكانه فتدلل. يعني الله يساعد الماما سيلفيو، ونحن مشان هيك الليله من حديث البلد رح نهديها هالغنيه. لولا من عشيه عذبناكي شويه، قولي سامحينا بعدنا ولاد. عيدك يا ماما عيد الاعياد. عم بتعزوها يعني اكيد عم تنطوش، مش عم تنطوش سيلفيو؟ ما عم تطوشوها بالليل؟ بلا دايما. شو بتقول اخر شيء؟ عم بس سكر معها على الاخر. خلاص يطلع صرخه خلاص اسكتوا. سيلفيو معلينا، انت دايما بتحكي الحقيقه ولا بتمرق هيك كذبات بيضه؟ يعني هلا صار عندي هلا اخر ثلاث ايام قضيها كذب. ليه؟ كان عندي فحوصاتي تبعون المدرسه. ايه وجاي على المدرسة، كيف عامل لسيلو؟ كيف عامل؟ أنا منيح 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 منيح. فخذي كم كذبة راحت معنا. هلأ في غنية من أمك لألك هدية، اسمعوا. لو ما بتكذب لو 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 ما كان عندي بحبك لو لو ما بتكذب لو 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 ما كان عندي بحبك لو السهرة بتشاملني بعيونك. ناجي بتحضر حالك هيك لخناقات بالبيت الاولاد بين بعضهم؟ محضر نفسيا على طول؟ اكيد يعني كنت معود من انا وصغير، لانه احنا ثلاث شباب وبنت بالبيت يعني، فكرمال هيك كنا معودين. كنتوا تكسروا عليها للبنات ولا لا؟ لا ما هي البنت اصغر وحده، انه اصغر شيء بالعائله كانت، فهي المغنجه والمدلله، بس كنت انا واخواتي اكثر شيء. وهلا اذا اجيك بعض اولاد بتتوقع انه تصير المعارك بالبيت؟ أكيد يعني اكيد. طيب شو بيوحي لك هلا سيلفيو هيك بشي تسمعنا اياه حلو قبل ما ننهي الحلقه؟ بغنيه؟ رح تعمل لي بالقصة. رح بتموتي تتشوفيني ضمك لي وتضميني، لو قلتي انه نسيتيني كذابي انت. رح بتموتي تتشوفيني ضمك لي وتضميني، لو قلتي انه نسيتيني كذابي كذابي انت. تمك سيلفيو، بدنا نتمنى لك التوفيق بالتمثيل وبالامتحانات الرسميه كمان، لانه هلا فينا نفنس بالامتحانات الرسميه، هيدي العلامات بدها تجي وتبين وبيطلع رقمك بالراديو واصحابك فيهم يشوفوها واصحاب اهلك فيهم يشوفوها. ما بعطي الرقم. ما بتعطي الرقم؟ خلاص سري. بشوفوها باخر خبر. بقى كيف محضر حالك؟ قد ايه عندكم هلا رتريت؟ هلا بعد شي عنا 19 يوم للتقديم، واكيد كل يوم درس يعني. اوكي، ما تتلهى باخر خبر، خلي خيك يهتم فيها هالفتره، ولا بالفانز ولا بالمعجبات، ولا تجرب تتحركش بامينا. امي مجوزه مخطوبه وبدها تتجوز بعد سنه. طيب معه سنه بتترك. قال بقنعك بتتركي امي. رح نختم لك الانترفيو على هيدي الغنيه. خلصت السنه يا مدرستي وبدنا نتفرق، اللي جاي بالسجوند اكيد اكيد. كيتي لنشوف شو كارتك يا سيلفيو. المطلوب منك ثلاث سكوبات. يا ويلي بدأ، لأن هلا انت اخر خبر بدك تعطينا ثلاث سكوبات بقى، يعني مش عارفينهم. يا ويلي يلا خلينا نشوف. انت صحافي. اوكي. هن اصلا ثلاثه خبر جديد. اول خبر للام تي في، بعد ما حدا عارف اكيد الا الكرو تبع الام تي في، برنامج ايدك على قلبك من الرعب للكوميديا بشهر رمضان المبارك هيدي السنه. حلو. من اخراج مارسيل خضرة. حلو. الخبريه الثانيه للفنان عاصي الحلاني، يلي عم بحضر هلا فيلم سينمائي
فيلم بوليس السينمائي حلو كمان من بطولته بيشارك معه كمان العديد من الممثلين الكبار وكمان من إخراج مارسيل خضرة. وآخر خبر الفنانة نانسي عجرم سجلت أغنية مع الملحن تبعها وبآخر الأغنية في مثل هيك تريك صغيرة بتصلح للملحن تبعها اللحن وبتضحك بالآخر هو الثلاثة من بعد ما حدا عارف فيهم. يعني شو هالآخر خبر وشو سيلفيو الصحافي على بكير.